نعبر جسر الثقافة لندخل في رحابة الفكر الجديد. كل خطوة في طريق الإبداع هي شعلة أمل، وكل كلمة في بحر القصيدة هي ميلاد خيال بعيد. بكم ومعكم نطوف بين أشجار الثقافة وأنهارها العذبة، نتذوق اللوحة الفنية ونقترب أكثر من عوالم المبدعين والكتاب، فيكتمل قمر المحبة في سماء أحلامنا. أهلا بكم في أبعاد ثقافية. إنها الأفلام الفلسطينية جاءت إلى سينما عقيل في دبي لتقول كلمة الإبداع بالصوت والصورة وفن الأداء الجميل. تمتاز السينما الفلسطينية بموضوعاتها الجريئة وأفلامها التي تعالج أزمة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال. وعلى مدى 6 دورات ظلت سينما عقيل في دبي تنظم مهرجان ريل فلسطين السينمائي الذي يقدم مجموعة مختارة من الأفلام والحكايات الفلسطينية. وسينما عقيل هي سينما بديلة مستقلة، وهي الأولى من نوعها في الإمارات، التي تهدف إلى رفع الوعي والاهتمام بالفيلم والتجارب السينمائية المتميزة. قل كلمتك أيها الفلسطيني، وانثر إبداع روحك صوتاً عالياً ضد الجدار وضد الحصار. We have lots of stories to tell about us as a human. أنا صور بعدين بنزل. بس بنلعب باركور اللي بتحسسنا بالشعور اللي كل الشعب مفتقده، اللي هو الحرية. طريقة صوريته هاني اللي هو يعني ما بعرف بالضبط، هاني تحت رح يطلع كبير، حتى ممكن يطلع أعلى من الجدار. هذا الإنسان لقى حلمه ولقى هدفه، كثير حياته رح تختلف كثير. يرفع فوق شادر. جاءت هذه الأفلام الفلسطينية إلى سينما عقيل في دبي لتعلن أن الأمل باق في النفوس، وأن الحرية هي الطريق الوحيد للشعوب الحرة، حتى لو كان هذا الطريق مفروشاً بالشوك والحواجز والرصاص. مهرجان ريل فلسطين هو مهرجان سينمائي، هاي 6 سنة على التوالي عم ننظمه. التنظيم هو عمل تطوعي عملناه مع بعض، مجموعة فتيات وشابات وشباب وفتيان اجتمعنا لنوصل رسائل من فلسطين عن طريق السينما. هي السينما نحن بنآمن فيها كمادة تواصل مهمة، لأنها بتفرجي قصص، وممكن تكون تفرجي آلام وتفرجي فرحة الشعب الفلسطيني وثقافته بطرق مختلفة. والأفلام هاي اللي عم نعرضها هي من إنتاج فلسطينيين ومن إنتاج كمان منتجين غير فلسطينيين، ولكن يؤمنون بالرسالة الفلسطينية وبحبوا إنه يوصلوا صوتها. نحن هنا أمام لغة بصرية تستكشف الداخل الفلسطيني وتنقل لنا بسالة من يحبون الحياة إذا ما استطاعوا إليها سبيلا. شباب ومبدعون
قرروا البوح بأفكارهم عن طريق السينما، لأنها أيضاً لغة الحقيقة الممزوجة بالخيال. عم بيقولوا يا ريت نعمل شيء له علاقة بالطبيخ، بما إنه إحنا كتير بنعرف نطبخ، وبما إنه الطبيخ هو هواياتنا كمان غير إنه إحنا شاطرين فيه، وهيك بلش مطبخ سفرة. أول شيء كان اهتمامي أكتر بالأفلام المستقلة، بس لما جيت اتطوعت أول سنة حسيت قديش في تعطش من الجمهور سواء الفلسطيني أو العربي أو حتى الأجنبي لهاي الأفلام المستقلة الغير تجارية اللي بتطرح قضايا كتير مهمة بالمجتمعات العربية اللي هلأ مش بس بتمس الفلسطينية بل بتمثل العرب لتسي بشكل عام. وفي كتير دايماً تفاعل كتير كبير بيننا وبين الناس، منشوف وجوه جديدة تعرفنا عليها هذيك السنة، بتجيب أقاربها بتجيب أصدقائهم، لأنه زي ما حكيت القضايا بتمس الإنسان كإنسان أولاً، وكمان ببلد زي دبي فيه هالكمية الكبيرة من الجنسيات حلو يكون في هذا التفاعل بين مش فقط المجتمع الفلسطيني، برضو العرب الفلسطينية مع الأجانب والفلسطينية من مختلف الأقطار زي ما بيقولوا. عن طريق في مين طريق يعطي كم بديل قبل المفترى، في مين سبيل بيزين تعيد بعيد شلل المجتمع، شلو بدي مشوار الألف ميل بيش ضمن حول نفسي. إنها أفلام قصيرة لكنها تختصر ليل المعاناة الطويل وتنقلنا مباشرة إلى ثقافة وتاريخ ويوميات وتطلعات المجتمع الفلسطيني الأبي. أخت مسلمي اسمي زين، فلسطيني من بيت لحم. هواجس كثيرة تشغل فكر الشباب الواعدين في التأليف الأدبي والإبداعي، خصوصاً وأن فضاء الكتابة أصبح مفتوحاً على التجريب والخوض في مناطق جديدة لم يتطرق لها الأدباء من قبل. نقترب أكثر من عوالم هؤلاء الشباب عبر هذه الفقرة التي نقدمها بالتعاون مع اللجنة الشبابية في ندوة الثقافة والعلوم. تجربتي أنا في الكتابة بدأت نقول من المراهقة، فبدت مثل أي بنت مراهقة أو بنت في الثانوية تكتب مذكراتها اليومية وتحط كخواطر بعدين تحليلات، وبديت أنا أكتب يعني من عمر نقول رسمياً عمر 16 سنة. كانت هذه البداية اللي فعلاً تغيرت يعني من كتابات مراهقة صغيرة وزعلانة من معلم أو زعلانة من البيت فكلت فرغها في أوراق، إلى تجربة جدية بعد ما أخذتها مع معلمة اللغة العربية أتاحت لي يعني صدفة أني أنا أكتب عن موضوع وكتبته بطريقة أخرى يعني مغايرة للي كان مطلوب في حصة التعبير اللي كنا ناخذه. فلما راجعتني وهذا الكلام أنا ذكرته في كتابي السابق ذرمناها شجرة أن هاي كانت تجربتي في الكتابة، فذكر كلمتني المعلمة وفي الصف قالت لي منو ساعش تكتبين يعني، فأنا خفت يعني قلت يا ريت يعني خدت القواعد اللي كانوا طالبين منا المدرسة أني أنا ألتزم فيها وأكتبها وما أكتب يعني خارج النص. فقالت لي صراحة يعني مشروع إنشاء كاتبة للمستقبل، ظنناها شجرة هو أول كتاب أصدر لي عن طريق دار مداد للنشر، وكان هي سلسلة تجارب كثيرة أنا مريت فيها من خلال عملي في الموارد البشرية. اكتشفت أن الموظفين أو فئة الباحثين عن عمل أو المدربين عندهم عوائق ذهنية ما تساعدهم أن يحققون أهدافهم الشخصية، فمن خلال التدريب والورش اللي نقدم لهم حاولت أني ألخص لهم إياها عن طريق 20 رسالة أو قيد ذهني
يكون للإنسان اللي حاب إنه يطور نفسه لكن يصل لمرحلة من العراقيل اللي تقلل من ثقته بنفسه، تقلل من شغفه في تحقيق أحلامه، وخلاص يتعود على روتين العمل أو روتين الدراسة أو روتين الحياة بشكل عام، وتشوف أحلامه يقول والله أنا قبل 10 سنين كان حلمي كذا أو أنا ما حققت أمور معينة. هي في الحقيقة هي قيود ذهنية غير حقيقية، ما حد منع أي حد أنه يوصل لهذه المرحلة. فكانت الفكرة أني أنا أوصلها عن طريق مقالات أو مسجات تكون أستعرض فيها تجربتي الشخصية من خلال العمل أو أيضاً من خلال التطوير الوظيفي اللي أنا مريت فيه، علشان نحن نعطيهم الرسالة حقيقية وواقعية وإنسانية في نفس الوقت. ظنناها شجرة هي مقتبسة من المثل الأجنبي اللي يقول move you are not a tree. فدائما نحن نربط مشاكلنا بالتربة، فنحن لسنا بأشجار. إذا الظروف الاجتماعية أو الظروف العامة لا تناسبنا فإحنا نحاول نحلها بطريقة إبداعية، إن لم نتمكن من ذلك فنحن نتحرك، لأن لا نحتاج تربة لنمد فيها جذورنا. نغير المكان، نغير الزمان، نغير الظروف، لكن الشجرة هي مجبرة على تحمل فصول السنة الأربعة، فهي تتحمل الصيف والشتاء والربيع والخريف. هذا كان أوجه الاقتباس اللي أنا أخذت منه العنوان. كتابي الثاني الشهود الصامتون الذي صدر في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2019، وهو أول كتاب باللغة العربية في دولة الإمارات يتحدث عن ظاهرة التنمر الوظيفي. هذا الكتاب يعني الحمد لله لقى صدى، يعني يناقش هذه الظاهرة في المؤسسات. هدفي من هذا الكتاب هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الفاعلة لتطوير كافة المؤسسات والمجتمعات، وأهمها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة الوظيفي. هناك ثلاث شخصيات رئيسية في عملية التنمر، عندنا المتنمر والمتنمر عليه والشهود. فأنا سميتهم الشهود الصامتون لأنهم ما يشهدون في هذه القضية، فقط يأخذون جانب الحياد، ومن هذا المنطلق جاء عنوان كتابي الشهود الصامتون. المتنمر هو شخصية ذكية عاطفياً، وهذا أشرت له في كتابي من خلال بعض الدراسات التي أجريت سابقاً، فهو يهدف إلى إكساب نفس ما قلنا السيطرة والهيمنة على المحيط الذي يعيش فيه، فيختار له ضحية ما. المتنمر الشاهد هو شاهد صامت، لأن أيضا يقع تحت سطوة هذا المتنمر. فإذا شهد مع المتنمر عليه أو لم يساعد أو يساند المتنمر، راح يكون هو ضحية أخرى لهذا المتنمر، راح يكون أيضا هو متنمر عليه، فغالبا راح يكون هو أيضا من الحلقة الأضعف، فيتخذ سياسة الصمت أو الحياد، ممكن يشهد بالسلب أو يمتنع عن الشهادة بالكامل. أعمالي المستقبلية، أنا تشرفت بالتكليف من وزارة التسامح في إثراء المحتوى المعرفي للتسامح، وإن شاء الله راح يكون لكتاب يصدر يعني خلال هذا العام عن التسامح والتعايش الإنساني المجتمعي. نهدف من خلال هذا الكتاب باسم دولة الإمارات أن نرتقي بهذا المحتوى، وأن نرسخ مكانة دولة الإمارات كدولة إنسانية حضارية يعيش فيها كافة أفراد المجتمع باستقرار، ويحترمون بعضهم البعض في ظل هذا الكيان الدولي. فاصل قصير ونعاود. في معرض نوعي استضافه غاليري تشكيل في دبي، تعرف الجمهور الفني على تجربة الفنانة الإماراتية سلامة نصيب، التي فتحت حواراً فنياً وبصرياً مع الفنانة الاسكتلندية ميستر يوس كيو. المعرض هو ثمرة مشروع التبادل الثقافي وبرنامج الفنان المقيم بين دبي واسكتلندا. كثر من المحبة يربط ما بين مدينة داندي الإسكتلندية ومدينة دبي.
في هذا المعرض الذي استضافه جاليري تشكيل في دبي، تتقابل أعمال الفنانة الاسكتلندية ميستريو سيكيوب والإماراتية سلامة نصيب في حوار فني بين مدينتين عريقتين ولغتين جميلتين. الهدف من البرنامج هو تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات، لأنه مثل ما بتعرف الإنسان بيخاف من المجهول، فأوقات ممكن يكون أنت أخذ فكرة عن ثقافة معينة بدون ما تتعرف على أهلها، على شعبها، على عاداتها وتقاليدها. فهذا واحد من الأسباب بالإضافة لتعزيز الممارسات الفنية اللي خلتنا نحن بتشكيل نمضي قدماً ببرنامج الفنان المقيم. فعلى أساسه الفنانة سلامة نصيب صارت سكوتلندا لمركز دندي للفنون المعاصرة. المركز طبعاً بيتمتع بعدد كبير من الطابعات، واللي هو واحد من اختصاصات الفنانة سلامة نصيب اللي هي فن الطباعة بالشاشة الحريرية والشاشة الحرارية. فهذا الشيء وسع آفاق المعرفة لدى سلامة نصيب وعطاها خبرات ضافت لخبراتها الموجودة اللي هي عندها. يعني طبعا كافة الأعمال اللي بنشوفها لا ميستيري سكيوب تم إنتاجها في تشكيل من استوديوهات المختلفة للطباعة الحرارية، الطباعة بالشاشة الحريرية. فعنا المجلات الذاتية اللي هي زين، تسمى زين. في عملنا مثل دبوس تزييني، وفي طباعات بالريزوغراف اللي هي طباعات صديقة للبيئة بالكامل. ذهبت الإماراتية سلامة نصيب إلى داندي وعادت بانطباعاتها الجميلة، وجاءت الاسكتلندية ميستروس كيوب إلى دبي لتستلهم عبق وروح المدينة ليكتمل بينهما حوار الفن والإبداع والجمال. القيم الجميلة التي ترسخها الثقافة هي ما يضمن الارتقاء بالمجتمعات إلى حاضر أجل وأزهى، وذلك لأن لغة الثقافة والإبداع والفنون تختصر المسافات بين البشر، ويصبح التفاهم بينهم قائماً على أسس الجمال والدهشة وحب الخير. وبالثقافة نرفع راية الأمل وبها نضيء الطريق. كل أثر يزول حتى ولو كان جبلا. في هذا الفضاء المفتوح على سؤال النهايات، يكتب الفنان التشكيلي أثير الموسوي لغته الجديدة، إنها لغة التلاشي والزوال في تخوم الزمان وابتعاد الأمكنة. هذا المعرض لفنان عراقي الأصل خلقان بإنجلترا، والمعرض مثل ما لكم شايفين يعني بيحكي عن كيف العنوان المعرض هو أنه كل شيء قابل للزوال، يعني ما في شيء مؤكد بالحياة. بقى إذا منتفرج على الفن اللي ورانا منلاقي كل شيء يعني كأنه طاير بالهواء، بقى كتير مستوحى من الواقع اللي عم نعيشه هلأ بمنطقتنا بحياتنا اليومية، أنه كل شيء قابل للزوال. تتعدد الرسائل في هذا المعرض الذي يقام في منطقة السركال للفنون بدبي، وتختلف الأدوات وتتبدل الصور وحتى الألوان، لكن تظل روح الفن حاضرة للتعبير عن تقلبات الحياة اليومية القاسية. بحب متذوق للفن وبحب زور المعارض الفنية، والمعرض حلو لأنه بيمزج فيه مزيج ألوان كتير حلو، وفيه خلط بين واقع ولا واقع، هيدا مسمينه الزوبان الأمور، يعني من حالة من الحالة الحقيقية لحالات مختلفة. هذا الشيء الحلو اللي فيه. إنه الفن البصري ينطق بلغة العين ويعبر عن عشق الروح للضوء حتى من بعيد.
نتواصل معكم مشاهدين الأكارم لكن بعد الفاصل. تهتم اللجنة الشبابية في ندوة الثقافة والعلوم بالمبدعين الجدد من أصحاب القلم، وفي مناشط مختلفة قامت اللجنة بتقديم هؤلاء الكتاب وتسليط الضوء على تجاربهم المتميزة. وبالتعاون مع هذه اللجنة نتعرف في هذه الفقرة على موهبة جديدة في التأليف من أبناء الإمارات. الكتاب هذا تحفيزي، يكون حبيت ان يكون تحفيزي من الدرجه الاولى، ان كل شخص يريد يحقق اهدافه، كل شخص عنده طموح يقرا هذا الكتاب ويحاول ياخذ العبر من القصص، ما يدخل يتعمق في سيره الكاتب، سواء من يعني الاشياء الفكريه والدينيه، يبتعد عن هذه الاشياء، فقط يشوف قصه التحدي، كيف الشخص تحدى هذا الشيء وحقق الهدف. كتابي الثاني عنوانه الفشل بداية النجاح، طبعا فكرته نفس فكرة كتابي الأول من هنا بدأت، ولكن بعد ما انتهيت من إصدار كتابي الأول كنت أخذ بآراء الناس، فقالوا لي أنت كتبت عن شخصيات عالمية، نحن ما نقدر نكون مثلهم، خلاص هذيل حققوا أشياء وناس قدامى ولهم تاريخهم، لهم اسمهم في جميع دول العالم. فيات في بالي قد بكتب هالمرة عن شباب موجودين في مجتمعنا، نشوفهم أمام عيوننا، والبعض يعرفهم والبعض الآخر ما يعرفهم. كتبت عن شخصيات خليجية من مجتمعنا، من الإمارات وجميع دول مجلس التعاون، وهم كلهم من الشباب في أعمارنا، علشان يتحمسون الشباب ويكون هالشيء تحفيزي لهم أن يحققون الأهداف. كتبت عن شخصيات أيضاً مش